إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أجارني الله وإياكم من الضلال. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل معشر المسلمين، فهو القائل في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين، واجعلنا بفضلك من ورثة النعيم. ثم أما بعد، معشر الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات، نعيش في عصرنا وزمننا هذا زمنا تسيطر فيه المظاهر الخداعة، وتتعقد فيه العلاقات البشرية، مما يجعل كثيرا من الناس يتصنعون ويتكلفون ما لا يتوافق ولا يتناغم مع جوهرهم ومع حقيقة أنفسهم، فنظهر بمظاهر هي على عكس حقيقتنا، ونتعامل مع الناس بأساليب هي مغايرة لواقعنا الشخصي. وهكذا أصبح الكثير من الناس يبتعد شيئا فشيئا عن مبدأ البساطة، عن مبدأ البساطة في العيش، والبساطة في القول، والبساطة في التعامل. البساطة معشر المسلمين والمسلمات فلسفة حياة تجعل الإنسان يعيش في وضوح، يعيش في سهولة، ويعيش في واقعية، وهي ضد للتشبع، وضد للتنطع، وضد للمبالغة، وضد للنفاق. البساطة أيها الإخوة الأفاضل مفهوم جامع لعدة أخلاق دعا إليها الإسلام وجعلها من الأخلاق الحميدة، فهي تجمع التواضع والزهد والصدق والقصد والكرم والقناعة والرضا وغير ذلك من مكارم الأخلاق. البساطة قيمة أخلاقية تعني التوافق مع الفطرة الإسلامية أو الفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها، وعدم معاندتها وتكلف ما لا يخدم مصالحها. الإيمان بالله عز وجل أيها الإخوة الكرام بساطة في التعامل مع الله عز وجل. المؤمن مع معاملته مع الله عز وجل ببساطة تقتضي أن يؤمن به كخالق وبارئ لهذا الكون. والإنسان الذي يبتعد عن البساطة هو الإنسان الذي لا يؤمن بالله عز وجل. ولذلك حين سئل الأعرابي قديما عن سبب عبادته لله عز وجل، وعن
استدلاله لوجود الله تبارك وتعالى أجاب بكل بساطة تتوافق مع حياته البسيطة: البعرة تدل على البعير، وأثر الأقدام يدل على المسير، وأرض ذات فجاج، وسماء ذات أبراج، أفلا تدلان على العلي القدير أو على الخالق الخبير؟ هذا هو قانون السببية كما جاء به الفلاسفة الكبار. ولكن الإنسان لا يحتاج أن يكون فيلسوفا حتى يتعرف على الله عز وجل، الإنسان لا يحتاج إلى دبلومات عالية حتى يتعرف على الله عز وجل، لا، الله تبارك وتعالى جعل بين يدي الإنسان وسائل بسيطة للتعرف عليه. المرأة العجوز تتعرف على الله، العامي يتعرف على الله ببساطة، العالم الفذ يتعرف على الله ببساطة، يستعمل وسائل بسيطة مقنعة منطقية تعرفه بخالقه عز وجل. لو أن الله تبارك وتعالى جعل التعرف عليه مقصورا على ذوي الألباب الكبيرة وذوي العلم الكبير لقل من يعبد الله عز وجل، ولقل من يساير دينه ويساير واجبات دينه كما جاء به النبي الذي يتبعه. ولكن الله عز وجل جعل ذلك في متناول الجميع. فتجد الإنسان العامي العادي لما تقول علاش تعبد الله عز وجل يجيبك ببساطة: هذا الكون وهذا المخلوقات لا بد وأن لها من خالق. وهذا هو قانون السببية أو قانون العلة، ليس من علة إلا ولها موجب، ليس من سبب إلا وله موجب، ليس من وجود إلا وله واجب، واجد يعني أوجده واجد، لا يمكن أن يوجد شيء ما دون أن يكون له واجب. هذا هو قانون العلة أو قانون السببية الذي هو في متناول الجميع. فنجد بساطة كذلك في التعامل مع الله عز وجل وفي الإيمان بالله عز وجل. وهذا ما يعبر عنه القرآن الكريم حين يقول الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يعلمون لأنهم عقدوا فهمهم، وعقدوا التوصل إلى الله عز وجل، وعقدوا استدلالهم على وجود الله عز وجل. لذلك المؤمن تقول له: واش موجود الله؟ نعم. علاش؟ لأنه كذا وكذا، أنا مخلوق، إذن هنالك خالق هذا الدين، هذا العالم كله متزن، معنى أن هنالك من جعل له نظاما بديعا وكذا. أما الذي لا يؤمن بالله تقول علاش الله عز وجل غير موجود، تبدأ يقول لك لأن الكون وجد والبيغ بونغ وإلى غير ذلك والانفجار الكبير. تقول له: طيب ما هي المادة التي أوجدت الانفجار؟ تقول لك: ولا أدري. تيصل واحد لحد لا يدري، لأنه عقد استدلاله على وجود أو عدم وجود الله تبارك وتعالى. معشر المسلمين والمسلمات، هنالك البساطة في التعامل مع الناس، وهي التي نصطلح عليها بالتواضع، نصطلح عليها بالتواضع، وهي بساطة في التعامل. في زمننا إذا ارتقى الواحد منا في مستواه الاجتماعي أو مستواه الثقافي أو مستواه المادي أو مستواه الوظيفي، تجده يتنصل من أصله ويتنصل من حقيقته، ويتكبر على عباد الله، ويتكلف في القول، ويتكلف في العمل، ويتكلف في المعاملة، ويحاول أن يفرض على الآخرين أن يتعاملوا معه بشكل معين يليق حسب فهمه مع مستواه ورتبته. أنا عالم خصك تتعامل معايا بهذه الطريقة، أنا فلان أنا أستاذ خصك تتعامل معايا بهذه الطريقة، أنا غني خصك تتعامل معايا بهذه الطريقة، ولا أقبل أن تتكلم معي بهذا الشكل، وإلا نبذتك ورميت بك ظهريا. هكذا كثير من الناس أيها الإخوة الكرام، غير تترفع في المستوى الاجتماعي نتاعو أو الثقافي أو العلمي، تيظن بأن الناس لا قيمة لهم، ويحاول أن يتعامل معهم بعجرفة وبتكبر، ويحاول أن يصبح الناس خدما له. وهذا العيب أيها الإخوة الكرام نجده حتى عند من يحسبون على العلماء في المسلمين من بينهم، وقد خالطنا الكثير منهم،
الذي يترفع ويتكبر على خلق الله عز وجل. علاش؟ لأنك قريتي السنة وقريتي القرآن وتعلمتي شوية ديال الدين، إذن تكبر على عباد الله. هذه ليست بساطة، ماشي هذه البساطة والتواضع الذي يدعو إليهما الإسلام. وانظروا لنا أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل من أحد في هذا الكون له رفعة وقدر كرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلا وألف كلا، يعني أعلى مرتبة، أعلى مرتبة يمكن أن يصبو إليها إنسان هو أن يكون رسولا لله عز وجل، وهذه وصلها الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كان خليلا لله عز وجل، وكان من أولي العزم من الرسل، وكان خاتم الأنبياء والمرسلين. يعني أعلى درجة عند الإنسان في هذا الكون هو أن يكون رسولا لله عز وجل، كانت لرسول الله. ولكن انظروا إلى تواضعه، انظروا إلى بساطته في عيشه وبساطته في معاملته مع خلق الله. روى أبو داود في سننه عن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهري أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل. يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس عند آخر المجلس، يجلس كأصحابه ويلبس كأصحابه، فحين يأتي غريب إلى المجلس لا يدري من هو رسول الله، يأتي رجل غريب حتى يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فينظر في المجلس فلا يمكن أن يميز رسول الله صلى الله عليه وسلم عن باقي صحابته، فلذلك كان يمكن أن يخطأ في من هو الرسول، يسأل رجلا آخر ظنا منه أنه هو نبي الله عز وجل. حتى فقال يعني سيدنا أبو بكر أبو ذر وأبو هريرة قال: فطلبنا إلى رسول الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتى. قالوا لي: يا رسول الله، الناس اللي تيجيو الغراب ما تعرفوكش، لأنك ما كاين حتى شي حاجة تميزك عن الآخرين، ما كاين لا لباس يعني فاخر، ولا شي طربوش من الذهب، ولا الصولجان، ولا تتبعين يعني الخدم والحشم، حتى حاجة لا تميز على الناس باقي الناس. فقالوا: يا رسول الله، على الأقل باش الناس يعرفوك غادي ندير لك واحد المجلس، واحد طاولة مرتفعة تجلس عليها. فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يقبلها من باب الترفع عن الآخرين، ولكن فقط حتى يعرفه الغريب الذي يريد سؤله. في رواية أخرى عن أحمد وغيره أن رجلا قال: يا محمد، أيا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. هذا هو التملق عندنا، أنعم سيدي واحترامات أنعم سيدي والبندقة وإلى غير ذلك من الأمور. هذا الرجل جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا نبينا، يا سيدنا وابن سيدنا، يا خيرنا وابن خيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصح الجميع، قال: يا أيها الناس، عليكم بتقواكم، تقوا الله، عليكم بتقواكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله، أنا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلنيها الله عز وجل. جمعوا طوي، ما ترفعونيش فوق المنزلة اللي وضعني، فوق المنزلة اللي المنزل ديال فوق منزلة اللي وضعني الله عز وجل فيها، ما تقول لي لا سيدي ولا سيد سيدي ولا خيري، ولا مع أنه هو سيد العالم وأنه هو خير يعني الناس من بين المخلوقات، ولكن رغم ذلك انظروا إلى تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، فما كان يحب أن يتميز عن الآخرين بهذه الألقاب، كما نجد في عصرنا هذا عند بعض من يحسبون على العلم في الإسلام، خصو تجي وانت يعني لبغى ياكل خصك انت اللي تقطع له اللحام، وانت اللي تقرب له، ونعم سيدي، وتبندق له، وتبوس له يديه، وتبوس له رجليه، وتبوس له راسه، وتتعامل بحال بحال لانك ارتكبت ذنبا. لم يكن هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الحاكم عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: كان صلى الله عليه وسلم يردف خلفه، يعني يركب على الدابه يجعل انسانا خلفه، ماشي يقول لك انا نركب وحدي، يردف يعني يجلس أحدا خلفه، ويضع طعامه على الأرض، ويجيب دعوة المملوك. العبد إلا جاء دعا الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب له الدعوة، هو راه عبد ما عنده ما يأكل ولا ما يشرب، وما يقدم للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يجيب دعوته، ويركب الحمار. وفي حديث رواه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصف فيه هذا الصحابي ما رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه مرة، قال رضي الله عنه:
وإنه لعلى حصير. يعني تصور الرسول صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، هذا الذي كان يمكن أن يملك صحابته، وكان يمكن أن يصبح أغناهم وأشرفهم يعني قدرا ومرتبة من حيث من الناحية المادية، ولكن انظروا كيف كان حاله. وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء، حصيرة وجالس عليها مباشرة، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، دير وسادة ديال الجلد من الأدمين وحشفها مدخولة بالليف ديال النخل، حشوها ليف. وإن عند رجليه قرضا مصبوبا، وهذا القرض هو واحد النبتة كانت تستعمل لدباغة الجلد، مرمي هكذا أمام رجليه. وعند رأسه آهاب معلقة، واحد القربة من الجلد معلقة، إنسان متواضع يعيش ببساطة تامة. فرأيت سيدنا عمر بن الخطاب يقول: فرأيت أنظر الحصير في جنبه، أنظر أثر الحصير في جنبه، يعني الأثر ديال الحصير باين في الجنب ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت. فقال صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ فقلت: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله. إني شوف كسرى وقيصر في البضخ والرفاهية التي يعيشان فيهما، وأنت رسول الله، رسول الله، وشوف هذا التواضع وهذه البساطة التي تعيش فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ أما ترضى يا عمر أن تكون لهؤلاء الدنيا وتكون لنا آخرة؟ أنا أبحث عن الآخرة وعن رضا الله عز وجل، لا أبحث عن رضا الناس ولا أبحث عن رفاهية الدنيا. هذه معشر المسلمين والمسلمات هي البساطة التي كان يعيش بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي البساطة التي كان يتعامل بها مع الناس، وهذه البساطة هي التي جعلت الناس تحبه، ماشي حب ديال المتملق، كانوا تحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا. وإذا أردت أن يحبك الناس كن بسيطا معهم، ما تصنعش، ما تكلفش، ما تشبعش، ما تشدقش، كن بسيطا في تعاملك مع الناس. مظهرك كمخبارك، مظهرك كمخبارك، تظهر ما تخفي، ولا تنافق في معاملتك مع الناس، لا تكون صاحب وجهين وصاحب لسانين وصاحب معاملتين متناقضتين، هكذا يحبك الناس. ولذلك قال الله عز وجل في حق نبينا: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ونذكر غليظ القلب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان القلب مثل لسانه، ظاهره مثل مخباره. لو كنت فظا في ظاهرك وغليظ القلب في باطنك لانفضوا من حولك، ولكن لأن قلبك نقي ولأنك تقي ولأنك تتعامل ببساطة فالناس آنذاك أحبوك. والله عز وجل كان دائما يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتعامل مع أبسط الناس: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هكذا كان يأمر الله عز وجل رسوله أن يتعامل مع الناس، بل إن الله عز وجل ما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، عاتبه في الأعمى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. مش لأنه أعمى وضرير يعني لا تعطيه الأولوية أمام فطاحلة قريش، عاتبه مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يسلم أولئك الفطاحلة، حتى لأنهم كانوا يصدون الناس عن دين الله. فلذلك يعني وكأنه أراد أن يرجع سيدنا يعني عبد الله بن أم مكتوم إلى وقت آخر، سأجيبك عن سؤلك في وقت آخر، ليس انتقاصا من الرسول صلى الله عليه وسلم تجاه هذا الصحابي، ولكن لعل الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أن الأولوية في الوقت الذي أنا فيه هو أن أخاطب هؤلاء الناس وانت أجي من بعد. ولكن الله عز وجل عاتبه وقال له: هذاك هو اللي خصك تتواضع معه، هذاك هو اللي تتعامل معه، هذاك هو اللي تقربوا لك، هذاك الإنسان الوضيع اللي تبان عند الناس لا قيمة له، أعمى ضرير يعني عند الناس لا قيمة له، هذاك هو اللي خصك تقرب. علاش؟ لأنك تنظر لما في قلبه.
وهكذا يجب أيها الإخوة الكرام أن نتعامل فيما بيننا، أن تنظر فيما في قلب الناس، ماشي أن تتزلف إليهم لأن هذا عنده الدرجة الفلانية غادي نتقرب له باش نبان قدام الناس بأنني تنرى بالمستوى دياله، أو غادي نشري بفلوسي باش يبان للناس بأنه راني قريب منه. لا لا أيها الأخ الكريم، تتعامل مع الناس ببساطة وبوضوح، وهذا هو التواضع الذي يدعو إليه الإسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يحلينا بكل خلق كريم، وأن يجعلنا من الراشدين، إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معشر المسلمين والمسلمات، البساطة عنوان على الوضوح وعلى الصدق، وأن المظهر والمخبر متوافقان، وأن الإنسان لا ينافق في كلامه ولا ينافق في معاملاته. المؤمن الصادق لا يتلون ولا ينافق ولا يكذب، بل يبقى على صفة ثابتة ومبدأ واضح، ولا يتبدل حسب مصلحته، ولا يضمر السوء لإخوانه، يتعامل مع غيره ببساطة وعفوية دون تكلف وعناء وخداع، لأنه لا يطمع فيما عند الناس، لا ينتظر منهم جزاء ولا ينتظر منهم شكورا، لا ينتظر منهم تقديرا ولا ينتظر منهم تعظيما، لأنه يبتغي ما عند الله وحده. ولذلك تجد الإنسان البسيط مرتاحا مع نفسه، محبوبا عند غيره. أما صاحب السلوك المعقد، صاحب السلوك المشكل، صاحب السلوك المتلون حسب الحال وحسب الناس، فلا راحة نفسية يجد ولا حبا صادقا من غيره يلقى، فيعيش معذبا متصنعا ويعذب الناس معه. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. هذا يكون شر الناس غدا يوم القيامة عند الله عز وجل، ذو الوجهين، يتصنع، عنده شخصية مع ناس وشخصية أخرى مع ناس آخرين، عنده شخصية في محيط معين، محيط اجتماعي معين، وشخصية أخرى مغايرة في محيط اجتماعي آخر. روى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون. قالوا: يا رسول الله، علمنا الثرثارون والمتشدقون. الثرثار هو اللي تتكلم بزاف، الثرثارون عرفناهم شكون هما، وعلمنا المتشدقون من المتشدقين، فما المتفيهقون؟ المتفيهقون، فقال: المتكبرون. المتكبرون. ومن معاني التشدق الاستهزاء بالناس، هذا هو التشدق، انك تستهزئ بالناس، تتقول تنديهم على حساب عقلهم، تيسحبك راه الناس منونخين، الناس ما فاهميش، وتبقى تتعامل معهم على حساب داك العفويه اللي تتوجد فيهم، تتوجد انسان بسيط وعفوي، فتتعامل معاه بواحد الاستهزاء، اما استهزاء في الكلام واما استهزاء في المعامله، وهذا من التشدق. والذي يلوي بشدقه للتفصح، الشدق هو جانب الفم، هذا هو الشدق. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يشبه المتشدقين بالبقره، البقره لما تبغي يعني لما تتعلف وتتسالم العلف تبقى تحرك لسانها في الجناب ديال الحنك نتاعها باش تاكل داك الشيء اللي شرطات، فهذا تسمى هذا هو الشدق. فالرسول صلى الله عليه وسلم شبه هؤلاء بالبقره، يعني الانسان الذي يتكلف في الكلام ويتصنع في الكلام حتى يظهر للناس انه مفوه وانه صاحب علم وان صاحب علم وانه صاحب معرفه. ومن معاني التفيهق، التفيهق هذه الكلمة أصلها من الفهق، الفهق، والفهق هو الامتلاء، الفهق هو الامتلاء، وهو بمعنى الذي يملأ فمه بالكلام
ويتوسع فيه إظهارا لفصاحته وفضله واستعلاء على غيره. علينا أيها الإخوة الكرام، الواحد في نفسه يكون بحال بسيكولوج، نضرب الدارجة شوية، الواحد في نفسه يكون بحال بسيكولوج مع نفسه، يجلس مع راسه ويبدأ يعني يستقصي في نفسه حقيقته، كي داير أنا؟ ما بقاش يقولك أنا فقط، ينظر إلى نفسه بعين الرضا، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. الإنسان الذي ينظر إلى نفسه بعين الرضا، راضي على راسه، فرحان براسه، أنا وأنا وأنا وأنا، هذا ما عمره ما غادي يبرى، غيبقى مريض حتى الأخير رمق في حياته. الواحد فينا خصو يدرس نفسه، يكون بسيكولوج ويدرس نفسه مزيان، كي داير الشخصية تاعي؟ لأننا في حياتنا أيها الإخوة الكرام نجمع ركاما من العقد، احنا في واحد مجتمع معقد والتربية ديالنا معقدة، وتنجمع كثير من العقد منذ صبانا، ربما الوالدين ديالنا ما تيكونوش تهلاو فينا، ربما الوالدين ديالنا كانوا ينتقصون منا، ربما أصحابنا كانوا ينتقصون منا على الشكل تاعنا، هذا غليظ، هذا رقيق، هذا كحل، هذا مسلم، هذا كذا، العنصرية إلى غير ذلك. هذه الأمور كلها أيها الإخوة الكرام تشكل عقدا في شخصية الإنسان لما تيكون صغير، ولما تيكبر المعاملة ديالو تتولي معاملة معقدة، ليست معاملة بسيطة، تيولي فيه النفاق الاجتماعي، تيولي فيه الإحساس بالدونية، وهذا تيجعلو تيتعامل بواحد الطريقة اللي هي مغايرة على ما يجب على المسلم أن يتعامل به. ولذلك خص الواحد فينا يداوي راسه، أولا يتعرف على راسه ويتعرف على الحقيقة ديال النفس ديالو، وماشي عيب أنك تقول أنا عندي فيه هذا النقص فعلا، ونتعرف على هذا النقص. ورحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي لما الناس يعيبوني، ولو من أكبر الأعداء نتاعي، نقول نعم عندهم الحق في هذه القضية، وعندهم الحق في هذه القضية، وعندهم الحق في هذه القضية، ونحاول نحسن من نفسي، ونحاول نشوف ما هو مكمن الضعف عندي حتى أغير من معاملاتي مع الناس. لأن أيها الإخوة الكرام الإسلام دواء، الإسلام دواء، القرآن دواء، الحديث دواء. كاين اللي عنده الحديث والقرآن ولكن ما تيستعملهمش كدواء، انت قبض الدواء وديرو في واحد الرف وحطوه في واحد البلاصه وتبقى جالس مريض، ما عمرك ما خديتي داك الدواء. ما تفعل بقرآنك وما تفعل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن لم تستعمله في تطبيب نفسك وتطبيب شخصيتك وتطبيب معاملاتك مع الناس ومع أقربائك ومع غير أقربائك، هنا ينفعك الإسلام، وهنا ينفعك تدينك، وهنا تنفعك صلاتك، وهنا ينفعك صيامك. أما أن الإنسان يحط هذا الشيء واللي العبادة ديالنا مجرد طقوس تنقوم بها ولكن لا نغير من أحوالنا شيئا، فهذا تناقض كبير وصارخ، وهذا جهل عميق بديننا وبما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك ندخل في التنطع، ولذلك ندخل في التكلف، ولذلك ندخل في المظاهر الخداعة وفي النفاق الاجتماعي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واجبرنا يا أرحم الراحمين، ومهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت، وأنه لا منجى منك إلا إليك. أسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك، لا تدع اللهم في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.